هذه الاستثناءات بعضها اليوم يتساءل هل ستؤثر على تجهيز الكهرباء لبقية المحافظات أم أنها ستكون طبيعية؟ يعني هذا جزء مهم ويحسب لجنابك. اليوم حرف الأحمال لكربلاء والنجف وبابل ربما يتخوف من بعض المحافظات راح تأثرون على حصة، لا ما راح نأثر على حصص باقي المحافظة. ستقول لي تمين جبت هاي الاستثناء أي ضاميهن اليوم الوحدات التوليدية المسؤولة عن إنتاج الطاقة تعمل كالتالي. أكو وحدات تدخل صيانة دورية زين. أكو وحدات تدخل صيانة غسل. أكو وحدات نتيجة استخدام الوقود الغير ملائم إلها اللي أنا مجبور لازم أشغلها تستدعين أنه أنا أبدل بها بعض قطع الغيار زين. اليوم أكو تنسيق عالي وبإشراف حكومي من السيد رئيس الوزراء قدرنا نشغل اليوم محطات كربلاء ومحطات الفرات الأوسط أقصد بابل وكربلاء على الغاز الإيراني. اللي الغاز الإيراني راح يؤدي الغرض كفاءة الوحدة التوليدية تعمل بطاقتها، ما تستدعيني كل ستة أيام أطفي الوحدة حتى أغسلها وأفقد طاقتها وبعدين أرجعها للعمل. يعني الآن أنا جبت لها خطوط من ربما تؤدي الغرض لباقي المحافظات، بس أنا راعيت أنه راح تصير مركز الحمل كربلاء تمام ومقترباتها من المحافظتين بابل والنجف، بالتالي راع أنه أنا واكب دخلتها إلى كربلاء حتى واكب ذروة الجهة. هذا واحد. جزئية ثانية مهمة ليه شنو استاذ حيدر، استاذ محمد اليوم ذكرت 25 مليون ربما نعم. هذا الرقم المحتمل، يعني العراق راح يصير كله بكربلاء صح. يعني شنو؟ يعني الحمل راح يقل على البصره أكيد. طلب الطاقه أكيد. بالبصره راح يقل أكيد. طلب الطاقه بالناصريه راح يقل، طلب الطاقه ببغداد راح يقل، طلب الطاقه بميسان راح يقل. انا راح استفاد من تراجع الطلب على الحمل وحرفه وين؟ لكربلاء والنجف وبابل. هو الحاله راح يتناقص الحمل واضح؟ يعني وحجم الاستهلاك اليوم وشنو اللي يزيد الطلب؟ حجم الاستهلاك. اذا الناس كلها جايه الكربلاء يعني الاستهلاك قل في ذيك المحافظات، انا راح اراعي مسير، ليش قلت لك اراعي مسير الزوار واحرف وياهم وين وصلوا؟ يعني اللي طلعوا من البيشه الان عبره والبصره صح، وصلوا ناصريه يجوز، وصلوا السماوه مو؟ جيد. انا احرف تباعا، من احرف تباعا اكيد قل هناك، لان هاي الناس من طلعت وصلت للسماوه قل الطلب بالبصره. فأنا راح استغل تناقص الحمل وتراجع بالمحافظات وحرفه لصالح مراكز الحمل.